قطعنا الخطوة الأولى في مسيرة طويلة، لكن الخطوة الأولى التي بدأت في عملية التلقيح، تحدثنا عن المرحلة الأولى وهناك مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة، فكيف تمضي الأمور بروفيسور إبراهيم؟ وفي الحقيقة أنا كما قلتم أستاذ الغربي، أنا أثمن كثيرا ما قام به صاحب جلالة، صاحب جلالة في هذه المحنة التي مررنا بها فات السنة هذه وطيلة السنة هذه، كان دائما موجودا بانخراط فعلي وشخصي في هذه العملية هذه، والتي مكنتنا الحمد لله من انطلاق هذه العملية هذه. كان الطريق صعبا بطبيعة الحال، ولكن صاحب جلالة أعطى من شخصي الكريم حتى يعطي واحد الضمانة كبيرة جدا، والحمد لله احنا نرى نتائج هذاك التدخل ديال صاحب جلالة. واحد كنشوفوا الان واحد الانخراط كبير للمغاربة في هذه العملية هذه، وكنظنوا بانه كاين واحد لوجيستيك جميل جدا مضبوط، كاين واحد التقنية زعما لجميع الاشخاص اللي قاموا بهذه العملية هذه كيتمنوا ما نقوم به، وهذا جميل جدا في بلد كالمغرب. ما يمكن ان اقوله هو انا فخور جدا رغم إكراهات ديال المرحلة ورغم إكراهات الطلب الكبير جدا على اللقاحات، المغرب وفر للمغاربة البداية في عملية التلقيح كأول بلد إفريقي، وأنا أثمن كثيرا ذلك، وكنظن الأرقام تتكلم لوحدها. في المغرب الآن تجاوز بكثير 350 ألف ملقح في هذه الخمس أيام، وهذا شيء جميل جدا.